أنا يا أخي في الله واسمع منهجي، خذ يا أخي في الله بيدي وساعدي، سلفية في النهج نهج الأنبياء وجميع أصحاب الرسول محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. هذا كني كتاب بيان أحكام الصيام. صوم كأحكامتي سعدينتي ذا عدينتها سي كتاب كيدوي كتاب كيلو عديني. الصيام يا الصوم لبدو ومصدر صام لقاهان والامساك عن الشيء وشيء قيل لقى استاقه سوري شاعرك عربيد خيل صائمة وخيل غير صائبة. فرد صوما يا فرد صومنين وحوش هذا فرد صعدك كي استاقي يا فرد صعدك وضاء يا أراد كوان كيستاجن. الصوم هو بمعنى الإمساك شيء لقي استاجوا لقاه يسترى ومد قرآن كصار ورتيلها وكيري سقى مريم كورمية واحد لإني نذرت للرحمن الصوم فلن أكلم اليوم إنسيا. الله الرحمن كوحن أنذري آمس عن إمساك عن الكلام هذا الكيران كيستاجوا صوم كآمس بوقت شدة فلن أكلم اليوم إنسيا وفصيرس. شرع النصومك والإمساك عن المفطرات بنية مخصوصة ووحيابا صومك بوري غفقين كيستاغو ويسكد أيو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس واقبريه سيلا قرها دعتان كيدا تاسيو أي لصعوت نيقاري ونية التعبد إنه كل عبادي سنيه. صوم كالرمضان وواجب قرآن كي السنة يسوافق علماء أنت واتسي واجب لمدس لا يعرف من شهد منكم الشهر فليصومه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر صوم رمضان. شنت أركان الإسلام كنبي عليه الصلاة والسلام حكو داري صوم كبش رمضان وحكم الله مؤلف رحمه الله عد الصوم كوكوا تبيه وحرو شرائط وجوب الصوم. صوم كواتبتان كيس واتبتان كشروط ديسو ثلاثة وصدح صدح عشر دي قف كلاجها لا أي صوم كوكوا تبيه قف كان صدح عشر دي لجها لصوم كرمضان كوا تبي مايو. شرد يا كوبادا الإسلام إسلام نموي وقال كيان دين تسوبك قلين صوم لوران مايو لا يطالب بالصوم وإذا صوم كوان صحي مايو ودتك عبادة لقاء قبليه كمد ماهبا. قال كوادو يا هاي قال مرتدى دين تي إسلام كبحي marka uu riddada gaalnimada ku maqan yahay isagana soomkan saximaayo laakiin markuu soo islaamo soomka qallihiisa baa laga rabaa laanahu iltazamahu bil islam ahkaamta oo golaade dhabarka u ritay islaamnimadiisa hore uu ku ogolaaday uu soomku kamid yahay. Shardigi soomku kaga saxilaana inuu la yimaada suurtagal bay u tahay وأين الدين تكوسه نقضه سأقفك ويسا تبسنبا بلا ويسا صلاة أنا وقان صحاين لكن صلاة يسوق ويسا تبسن أي واجب وطاي شرد جيدين لقى الرباوة ويسا قادة شو أيا كان قالوا بينا مركا وقال كي هاي صوم كانوا كان صحاين لكن لبار ريموت با لقى وضع الرباة إن الدين تكوسه نقضه يا إنه صامه. والبلوغ شرط جلابات
soomku ku waajibaya waa qaangaadhnimo. qofki yaraan qaangaadhin soomku waajib kuma aha. رفع القلم عن ثلاثة تنبول النبي عليه الصلاة والسلام عن السبيل حتى يحتلم غفك يربا كتشري إلا وقان قاداي وحانا صومك لو قد داي وي صومك دي لقوة تبيو وعليه كرت صومك إنو ديبو لكن مركا يتدو بچير قادر دي صومك ووديا والا فريا والعقل شردق صدحادنا و عقل مير قب وقف وهل صوم كوا تبي مايو هذا صوم أنا كان صح مايو مركو مير سدنا قلل لوران مايو مركو عربك ما واتشين شرط أفراد باتيرة وشروط وجوب الصوم كم إذا نسخة قار كودنا كو قرآن سو الشجاعي ابن القاسم شرح حيسا وكل شجع شرط قاسي من هات كنا وكو قرية هاي إطاقته بودا من هاتكو كتاب كان نسخي سقار كود بكو قريوا القدرة على الصوم وقفكو صوم كينو أوودو وصومي كرو قفكي أن صوم با أوودين سببتو أوودو ويتاي حنون أوغي حنون كاسيوان رجين هاين إلا قبك سدو أما سببتو أوودو ويتاي الكبر دائية قبو أوغي سيغانا شرد كم إذا شروط صوم كوكوة تبي يبا كما قان والقدرة على الصوم صوم كوكوة تبي مايو لكن سيدا معتمد كي الراجحة ابن عباس رضي الله عنه وكفى سيري آيادة وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين وحلق الربا مالين كستا قفك قبو بيمير كقبا وأفره أما قفك وهي حنون كان سيدا لو برتيان لقب بكسن مدراشي نبا لقربا مد من طعام قال وفرائد الصوم صوم كاركانتيس وخمسة أشياء شيال وشنوي عنا شن ركن أيولي هاي صومكم الأول شيء كوباد أركان الصوم كم إذا نيته نية سجوي الصوم كني لا نصح ما يوي وعباد النبي نوح عليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى صوم كمركا نذر كإيو كقلها يجوني لا ما صحيان صوم كرمضان نص صحيح الجمهور تكتجان سنة نية لا نصح ما يعوم كحديث كسوق ليه نيادة مركا محل كيد وقلبك ودون استقفك قلبك وكدون ايو مركا قبل كرد على قبل ابو إلا واقع بريقي سينتكور رئيسا انو بري انو صوم ودون ايو خلاف لعالة ما شرطي قفك انو كرد واقع نيادة انو كرد واقع وحواتي بقورها بين نماء صوم كينو نييستو مال ولبن وحب هي نيه غاره وهي كل يوم ومن رمضان صومه عباده مستقله مال كستو بشهر رمضان كم اذا صوم كيس وعباده مدح بناوي وهبين لا فر يا با لبد مالمود دخيه هبين ككوباد هدو نيهستو انو رمضان ودن صوميو هبين ككوباد بين نيتي سو غنتنت او خرنت انت كدن بيسن يو نقل ما يسهبين ولبن يدي سقار كيس وقبا هي وعبادة اسكو حران ماها وعدي اكرت قفكينو ما المصوم قار كلنا بسومين ما المصوم كودا ينو بوريا قارنا ينو بورين سوى الصلاة دوك لعبادة اسكو حران ماها وعبادة مركا مال ولبا إلا قارتاي هبين نمو مركا وينو نيودو وايو هدي واغو بريو وحا بلاامي صومكي صومنا نيلان انو بلاام لا ما غلا قفكو هدي و صومك نيودو هبينا لوو جيرو ويدون واغو ولي بريين وحو عونو اما وعبو
ama jimaac u sameeye niyada dabadeed mar haddii habeen lagu jira arrimahaasi niyada waxba yeeli maayaan la odhan maayo niyadii baa ka jabtay soomku hadduu yahay soom faralah laabudda min atacyiini fi niya waa inuu cayimo waa inuu soom rabadaan soomayo ama soom rabadaan oo farala inuu soomayo sidaa waa inuu niyada ku cayimo weeye rukunka labaad waa alimsaaku waa in laga istaago can ilakli cunistii iyo washurbi cabistii waaba xaqiiqadii soomkaba in layska daayo waxyaabaha la cuniyo waxyaabaha la cabo isagaa inoo fasiri doona akliga iyo shurbiga wuxuu uga jeedo cunista iyo cabista waxa laalo wixii la macnaahina waa la mid waxa iyagu ay taraan taraya ama meesha ay gaadhaan gaadhaya waljimaaci iyo walimsaaku waa in laga istaago can iljimaaci jimaaci qofku waa inuu iska daayo maalinka rabadaan oo dhan hadduu sameeyana dee xaqiiqadii soomku meesha way ka baxaysaa soomkiisu uu buraya saynu arki doonana dee kafaaraaba ku waajibaysaba marka waxaa looga jeedaa marka leeyahay walimsaaku can ilki washurbi waljimaaci mutacamidan oo hadduu wax cuno ama wax cabba ama jimaac sameeyo isagoo og inuu soomay yahay xusuusan cidina aanay ku khasbin markaasuu soomkiisu jabaya laakiin hadduu in lagu geeyo ama lagu khasbo soomkiisu jabi maayo wa nebigu wuxuu yihi man nasiya wa huwa saa'imun fa akala aw shariba falyutima sawmahu fa inama at'amahu allah wa saqaah xataa hadduu wax badan cuno ama wax badan u cabo se muctamadkii fi lmadhab waxa weeye inaanu soomkiisu jabahayn caamnimada xadiidka awgii soomka iyo salaaduna waa kala duwayn salaada hadduu ficillo badan sameeyo ama wax badan uu cuno ama uu cabo isagoo salaada ku jira waxayna soo martay inay salaadu ka jabayso waayo salaadu waxay leedahay suuro qofka xusuusinaysa salaad inuu ku jiro laakiin soomku ma laha suuro iyo muuqaal qofka soomkii xusuusinaya halkaasay ku kala baydheen isagoo jaahila hadduu wax cuno ama uu cabbo waxaa la eegaya hal wa miman yucdaru biljahli am laa miyuu ka mid yahay dadka jahliga loogu cudur daaro mise ka mid maaha hadduu ka mid yahay dadka jahliga loogu cudur daaro soomku ka jabi maayo haddaanu ka mid ahayna jaahil baa ahaadee soomku uu ka jabaya marka waayo dadka jahliga loogu cudur daaraa waa laba uun qariibu cahdin biliislaami ka koobaad waa qof islaamnimada ku cusub oo waqti dhow soo islaamay kaa jahliga waa loogu cudur daaraa ka labaada jahliga loogu cudur daaraa waa man nashaa fii baadiyatin baciida waa qofka ku barbaaray miyi fog oo cilmiga iyo culimada ka fog isna jahliga waa loogu cudur daaraa labadaasi haddii ay jahli awgii wax u cunaan ama u cabbaan ama ay jimaac u sameeyaan soomu ka jabi maayo laakiin dadka in badan islaam ahaa cilmiga iyo culimadana ka ag dhow inay cunistu soomka jabisaabaan jaahil ka ahay ama cabistu ama jimaacu inuu jabiyaanan garan ahayn laga yeeli maayo kaas laa yucdaru biljahl waayo waa muqasir inuu cilmigaa bartaa suurtagal bay u ahaydee isaga ayaa ka gaabiyey jimaacana waxaa looga qiyaas qaadanayaa un cunista iyo cabista oo hadduu in lagu dhaco ama jahligaa qofka loogu cudur daarayo soomkii ka jabin maayo wa tacamud ilqay walimsaaku in laga istaago can tacamud ilqay in loo camdiyo loo kaso matag marka waxaa loo jeedaa
waxaa ka mid a waxyaabaha soomka buriya alistifraaq oo alistiqaaya hadduu qofku iska matajiyo iska matajiyana waxaa looga jeedaa hadduu sameeyo wax sabab u noqonaya uu ogyahay inuu sabab u noqonayo inuu matago ama waxa weeyaan gacanta ha isgeliyo ama ha uriyo wuxuu ku matagayo ama ha dhadhamiyo ama ha daawado ama ha dhegaysto hadal matake keenaya wuxuu og yahay inuu ka matajinayo hadduu sameeyo isagaa u camdiyey inuu matago matag ama iska matajin in loo camdiyo waxaanay u daliishadaan xadiidka abi hurayre asxaabu sunan alarbaca ay wariyeen man daracahu alqay wa saim falaysa calayhi qadaa qofka matag uu ka qaalib noqdo isaga oo sooman qalla dushiisa maaha waman istaqaa falyaqdi qofka iska matajiyaase ha qalleeyo marka xadiidka culimo badan baa daciifiyey albukhaari baa ka mida alimaamu axmed laftiisu waa xadiidka waa daciifiyey waana qalad buu yidhi laysa min hada shay xadiidkii ahaa man akala naasiyan aw shariba wahuwa saa'im falyutima sawmahu fainama atcamahu allah wasaqaa ee ruwaada qaarkood intay khaldameen qaabkan u wariyeen buu yidhi imaam abu daawuud laftiisu wuxuu idhahda wakhsha an laa yakuuna maxfuudan daaraqutni laftiisu wuxuu sheegay inuu daciif yahay kadalika ibnu lqayim fi tahdiib sunan marka xadiidkaasi raajixa waa daciif walihaada qofku hadduu matagiyo hadduu iska matajiyo toona sida saxda ah soomku ka jabi maayo waa sida uu yidhi cabdullaahi ibni cabaas alfitru mima dakhala walaysa mima kharaja waxa soomka jebiyo qofka afuriyo wixii gala laakiin qofka wax ka soo baxaa soomkiisa ma jebiyaan buu yidhi wakadalika abu hureyre laftiisu idaa qaa falaa yuftir asawm mima dakhala walaysa mima kharaj hadduu matago ma afurayo soomkiisu jebi maayo buu yidhi waxaa laga soomayaa wixii qofka gala waxaa ka soo baxa maaha ibnu cabaasna saas weyn culimada qaarkood baa ijmaac sheego o waxaa laysku waafaqay qofku hadduu iska matajiyo inuu soomkiisu jabay ijmaacaasina sax maaha oo rag badan oo taabiciintii saxaabada soo gaadhay ka mida ayaa waxay qabeen matagu siduu doonaya baa ku yimaadee soomka inaanu jabin cikriima yar waxaa ka mid ahaa rabiica iyo waana ixda riwaayateyni can maalik bacd lmaalikiina saa waa ku tageen maadaama uu xadiidku markaa daciif yahay saasaa wallahu aclam raajix wakada saasoo kale waxaa arkaantii soomka ka mid a almacrifatu garashada bitarafay nahaari maalinta labadeeda dacal la garto goorta uu soomku bilaabmayo iyo goorta uu dhammaanayo qofku waa inuu garanayo yaqiinan aw dannan waa inuu hubo waagu goorta uu baryey iyo gobolku goortu dhacay amabase waa inuu ijtihaaday oo markuu eeg eegay ay sidaa ula badatay waxay ula badatay inuu waagi baryey waxay ula badatay inuu gobolki dhacay malaha waa ku camal fali karaa oo hadday ula badatay inaanu waagi weli baryin waa iska cuni karaa ilaa ay ula badanayso la rajaxmayso inuu waagu baryin hadday ula badato inuu gobolku dhacayna waa afuri karaa yaqiinna waa ku suxuuran karaa yaqiinna waa ku afuri karaa iyadana walihaada baynu nihi macrifatu wakada almacrifu bitarafay nahaari yaqiinan aw dannan litaxaquqi imsaaki jamiici nahaar waayo qofku markuu garanayo goortuu waagu baryey iyo goortuu gobolku dhacay markaasay xaqiiqoobi kartaa inuu maalinkii oo dhan soomanaa
لكن قف عن قرنها إن جور مو وبري يا جور ما يو قبل دعي قف كاسي ده وما حق قابي كرتمال إن كردن الصومنا مرجع محمد يقين والقص حوران كرا وأنا لو أفر كرا ملا غالي بقف كسي ولا بضطي دوم ملايي ولا بضطينا ملا وكو عمل فلي كرا لكن مذهب كوح وياده وضيع ضاطه مركب السحورين ينواجو برسنا وما لين بايا هيد وما ليس وخلدها أما يعداتو مركن وافري إن ما لين أهيدو وليانو قبل كدعين وما ليس وخلدنا وحلين قال لك هو كبير وكو قواعد فقه كدرة لا عبرة بالظن البين خطأه ما لها أي عدا تخلد نمديس وحكا سوقات ما لها وحوالو مريس كرو حديثه وحي اجتهاد الصمين ددال بقى الصمين ويسك السحور تدبا ترى عدا تمركن السحورين ايني مالين باهين اما ويسك افورا يساق وحبان ايقين وحي ددال بقى الصمين وعدا تمركن وافورا يي إنه مالنا هذا ولي قبل قوان ودعين كان سوحو نقول يا آثم وحاران أرنت النوع عاسية إن بلا يقين يبلا اجتهاد لإسكا أفره أما لإسكا صحورته ما بنانا تاسي مالك هالك شنتي ركن ماء هرت النية دوامد نوديك الأكل والإمساك عن الأكل والشرب نوامد والله بصومها الإمساك عن الجماع نوامد وصدح الإمساك عن تعمد القينة سنوامد وافر معرفة طرفي نهارنا والركن كيشانات مركا وليس صورور كرا دوكو علماء قاركود إلى هذا أركان تصوم كجبي سبوا والله با روك كوباد وأنية روكم كلامات نوام حي والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وحيبا صوم كتشبي يقف كيونو يسكد داعي إلا قبل أبو واقع بريقيسة إلا قبل كدعتان كيسة والإمساك عن الأكل والشرب والجماع والتعمد القي هل كاسي قليا صوما المعرفة بطرفي النهار أركان تقوم الدران علماء البدن كود لكن ده شيء يقول عكفة ما يقول هذا الكائر أهدان واجب بريئي هدي وصوم كنيودو صوم كسمان صحية هدي وهبين ما وصير هذا وهبين وحنا أما وصير هذا قبل كبار دعي وده تنا عداتين وخلدنا نقلل الولي ركن قال كاسمو كسو صار قال كانت لبدا سالو ورورن كرا النيه يا الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس انت سالو لو ورورن كرا والذي كيفطر وكو افر يسوم كيس وكو جبي بي اسغا صايم قفكي صومنا عشره اشياء شيال وتبنوي والذي يبطل به الصوم أولا هذا نسخ غير كود ساس سابق قرآن والذي يبطل به الصوم وحيابا الصوم ككبرة عشرة أشياء شيال وطبنوي الأول ككواد ما شيء عينته أما شيء لا طابن كره وماذا بمعنى عين وي ووصل جاري عمدا يعني حاله وعمديي قفك استعمالية إلى الجوف الجاري قفك باطن كيس الجاري يعني علوشيس مركان ماذا سمحين لو عين اكتبت واكو إلى هذا وصول عين إلى مسمى جوف ساصير هذا كعين مركان لين وحلا طابن كروي مركان وحماشة كبحية هذه قفك صوما أري أي قادة جوف كيس
oo cunto urteed ba afka ka gashay jawfka u dhaadhacday soomi ka jabi maayo way cayn maaha wax la taaban kara maaha taamiguna waa la mid dhadhan qura oo wax cuntadii ka mid ah aanu la socon ayaa calooshaada gaadhay ama jawfkaaga u dhaadhacay soomkaaga waxba noqon maayo waa inuu cayn yahay maadaasi maxaanu nidhi ay cayn ay wusuulu cayn cayn gaadhisteed yacni shay la taaban karo camdan xaalo uu camdiyey ka ay jawfkiisa gaadho ilal jawfi jawfka ay gaadho awil raasi ama madaxa ay gaadho marka maadaama alra'as uu daba dhigay aljawfka hore baatinkii buu uga jeedaa ana calooshii iyada wixii la halmaala gudahaas ayuu uga jeeda sida saxdaana dee alra'asu laftiisu jawfka ayuu ka mid yahay waa meel dee guda oo jirkii ka mid ah laakiin jawfka laba u qaybsama waana sababta sheekhu uu kala qaaday jawfku wuxuu u qaybsamaa munfatixun binafsihi mid iskii isaga furan munfatixun asaalatan asalahaan mid furanba oo dee waa caloosha iyo xiidmaha iyo waxaan oo dhan gudahan oo dhan marinuu leeyahy soo maa afkii baa u daloola qofka dabadiisii baa u daloosha iyo kayru munfatix asaalatan midaan asalahaan furnayn ee wax fura hadday ku dhacaanu furmaya waa qofka madaxiisa haddee madaxa qofku waa kaa malaasana xidhan haddaad dhegta tinaa dhegtu goonideeda jawf u tahay marka madaxu hadduu furmo tusaalaan qofkii nabar uu ku dhaco jurxi baa ku dhacay jurxiga ma'muumada la yidhaahdo ilaa maskaxda gaadhay dabeetana isagoo sooman baa nabarkaa biyo lagaga shubay ama caano ama dawaa lagaga shubay waxaa nabarka lagaga shubay jawf buu gaadhay meel guda ah oo jirkii ka mid a ayuu dhaadhacay soomku uu ka jabaya marka aljawftan wuxuu uga jeedaa almunfatixu asaalatan calooshii waxaa la midka ka asal ahaanba marin leh ay wax ka galaan aw iraasina waa nooc jawfkii ka mid ahoo waa kaan asal ahaan furnayn laakiin dee ay dhici karto inuu furmo oo nabar ku dhacay waxaas ay furaan marka waxaa qofka jawfkiisa galay jawfku ama madaxa dalooshanay ha noqdo ama waxa weeyaan urku jirtan ha noqdee ama ha noqdo wax dhib leh ama wax dheef leh qofka soomaalida hadduu sun cabo soomkiisu wuu jabaya hadduu dhiigga xaaraanta cabo soomkiisu wuu jabaya waxa lagu shubay ee madaxa lagaga shubay ama dabadaba lagaga shubay wuxuu doonayaba ha noqdo soomkiisa wuu jabinaya shardina maaha jawfku inuu yahay muxiil lilghidaa inuu yahay meel wixii gaadha dhalan rogaysa sa calooshoo kale iyo xiidmaayo wixii gala way bedelaan soo maa oo tan cuntadii dee kaadi iyo saxariyay isu bedelaysa shardi maaha oo madaxuba dee waa jawf haddana waa kayru muxiil oo cuntadii dee bedeli maayo markaa jawfka waxaa meesha kaga baxay nabar aan guda u furnayn meel guda aan u furnayn haddii ay qofka wax ka galaan tusaalean bowdadaasaa midi laga geliyay soomkii baa ka jabay la odhan maayo nabar bowdada kaga yaalla ama barida kaga yaalla ayaa lagaga shubay dawo soomkiisu uu jabay la odhan maayo liana alfakhida laysa bijawfin waayo bowdadu maaha jawf maaha waalxuqnatu alxuqna wuxuu uga jeeda alixtiqaan dawo isku shubkii waxa fiicneyd bay idhahdeen inuu dhaahdo alixtiqaan xuqnadu waa dawada lafteeda dawadaasi marka layskaga shubo dabada xuqno lama odhan xuqnadu waa magaceedii ixtiqaan baa la odhanaya marka markuu leeya alxuqna ixtiqaan buu uga jeeda dawo isku shubkii ayaa soomka jabiya min ixda sabiilayni labada marin midkood layskaga shubo labada marin wuxuu uga jeedaa addubur iyo
يا القبول بو جتشيدا مركا احتقان وحل هذا اديق دوو افك حق الدم بلغا شبا لكن حق هوري هدي لغا شبا احتقان لما يراه اسقو من كلمه و اسرائيل تقطير بالنا تقطير هدي مرن كهوري مركا قفك لغا شبا ما اسكا شبا تقطير بالنا هذا احتقان لما يراه مركا قفكي سومنا حق هوري ما حق الدم بادي وح لغا شبا سوم كيس و تشبيا وايو dad waxa xaq dadma laga shubay jawfkii buu tagay Soomaa horana waxa lagu sheegay ayn shay la taaban kara duu qofka jawfkiisa gaaro baatinkiisa duu gaaro inuu Soomaa ka jabayo wixii dabada laga shubay inuu jawf galeen meenu guda galeen way xaq hore laga shubay waa saaso kale leeyin marka waxa loo oran kara saada manhajka ayaa u dhigaan وحنا ودم يبوا حسوس قال يا مصول عين إلى الجوف يقف كمدحة ما يلد الله شو مدحة كم إذا كجلا إيو وحيد دبض الله قش ويا حق ورا الله قش بيو ده وحيد بوا حين قانا يانون عين شيء لا تعبان كراقف كجوف كيسي قاري على هذاك صوروا ريان والقي وباسوم كبرية ما تجي عامدا حاله وياك ما تجاي مدوع عمدي أو كصي إنه ما تجاه والوط أبا سوم كبرية قلمضة في الفرج حالة وحويا قلمضة سيكون عضي فرج يكون عضي وحلم إذا مركا قلمضة الإنزال بشهوة هذا يقفكم مندي وسككينو سوم كو كتشوية وايو جماعي أنا لسعن إلى wax ka soo baxay ma mar hadduu soomka burinayo hadii ay malee ka timaado bishaaw tiray ka timaado soomka inuu ka jawaabo ka sii awleysan ta kale ilaahay muxuu riyada u taamo oo sharabo shawato min ajli rashinkiisi iyo sharabkiisi iyo shahwadiisi uu daraad uga tagay waa ka soomane de hadaanu shahwadiisi ilaahay daraad uga tagin mu soomin weeyaan macno والإنزال بويد وكره من الدجنتي عن مباشرة حال من الدجنتاسي أما من الكينستاسي أي كدالتي مباشرة يعني تاتابشا أي كدالتي مباشرة أما حارانها نقط ساقفكو ينو قعنتي سيوحا استعماله وميدان حارانهين ساتابشننك إيو حاسكي سنحمرتي مقصود كوين اللي قال لي هاي جماع والإنزال صوما مركا هدي جماعي أنو إنزال كل صعن وصوم كتشبين أيو دي إنزال كيوم من إدى چنتي إني صوم كتشبسا وكسي مدن تايدون إني صوم كتشبسا من إدى چنتي إني صوم كتشبسا وكسي مدن تايدون مركو ودي عن مباشرة تنوح ماشا كساريا من إدى چنتي أما من سودين تي aan taabasho ka dhalan ee ka dhalatay aan fikrin aw ixtiraamin qofkii soomanaa isagoo hurdaad u riyoodo sidaa bii taranku ay kaga yimaadaan soomi ka jabi maayo waa idaasi jimaacna maaha mani dadkin ka dhalatay mubaashariyad taabashara maaha waxa yadura lamida al inzaalu bi fikrin wu fikray uun ما الله طابن عيدنا ما يطابن فكر كاسة صابو نقد إنزال صوم كيسو تشبي مايو وركا عن مباشرة وقيد الله باسو ماشي كاكا صاري ومن يدي كصاب حدي ريو صوم تشبين ميسو إيا من يدي تابش الله آن كصاب حدي فكر يو حاسو كصاب حدي والحيدو باسوم كتشبية وقت ما لينك كم إذا دي قبل دو كيم هذا سوم كده وشر والنفاس بعد شبيه وهذه قبل دي جي نفاس كده كيم هذا سوم كده كشبيه وهي سوم كأيابها
si xadiisu ay ku xidhan tahay inay labadaasi ka maqan yihiin oo gabar labadaasi ay la joogaan soom looma ogola. Waljunuunu baa jabiya waali low taraa wahuwa saa'im, habeennimadu isagoo miyir qaba soo niyooday, dabeetana maalinnimu miyir qab ku gaadhay, maalintaa dhexdeedii bay waali la soo darisay uu ka sii daayo uu waasha soomkiisu wuu jabaya. Waayo min ahli cibaada ka mid maaha qofka waalan, riddaduna waa la mid isagoo maalinnimo rabadaan sooman ama soom kaleba ayuu diintii ka baxay, soomkiisu wuu jabay, waayo gaal buu noqday. Walkaafiru laysa ahla lilcibaadati, gaalkuna cibaado ehelu ma aha. Waxaa la isweydiin karaa waxaa loo yaqaano annowm hurdadu, annowm almustaqriq, in cama jamiica annahaar maalinkii oo dhan buu hurday, markuu waagu baryay ilaa uu gabal ku dhacay, habeennimadana soom buu niyooday, soomkiisu waa ansaxaya. Yasixu sawmuhu, waayo waa ahlu lilkhitaab, qof waalan maaha, waa qof lagu wajihi karo hadal xambaarsan takliif. Waa kan dee salaadiiba la odhanayo hurdada ku dhaaftay markaad soo toosta tuko, taas waxay tilmaamaysaa kii waala inaan la mid ahayn. Iqmaaga iyo miir doorsoonka, miir doorsoonku wuxuu u dhexeeyaa waalida iyo hurdada u dhexeeya. Walihaada xukumkiisa waxay u qeybiyeen fuqahadu labadaasay kala raaciyeen, waaliqmaau in cama jamiica annahaar laa yasixu macahu soom, habeennimadii buu soom niyeystay, waagu markuu baryay ilaa gabalku markuu dhacayay wuxuu ku jiray miir doorsoon, ama ha suuxo ama jiin ha galo ha suuxiyo ama xanuuno kaloo uu leeyaha la suuxo ama irbad ha lagu mudo, soom ansixi maayo, laa yasixu sawmuhu. Waayo dee waalid buu markaa shabahaa, xagga hurdada wuxuu uga dhow yahay xagga waalida. Haddii waxa weeyaan in lam yacum jamiica annahaar, oo maalinkii oo dhan muu miyir doorsoonayn, ee afaaqa walow laxdatan min annahaar, ka miyir doorsoomay wuu soo miraabay, koomadii uu ka soo baxay walow waqti yarba ha noqdee, yasixu sawmuhu, soomkiisu waa saxayaayo, wuxuu la mid yahay markaa kii hurday unbuu la mid yahay. Waridatu baa burisay buu yihi soomka, waynu sheegnay sababta riddada u buriso. Markaa tobanku soomu odhan waladii yuftiru bihi saaimu casharatu ashyaa, bal toban meeshan ka eg. Haddaynu dhahno maa wasala camdan ila ljawfi awi ra'si, oo labada aynu israacina sagaal bay noqonayaan, waadix maa wakaa kawdhe alxuqnat min ixda sabiilayna waa laba, alqayu caamida saddex, alwatu fi lfarji afar, alinzaalu can mubaasharatin shan, alxaydu lix, annifaasu toddoba, aljunuunu sideed, aridatu sagaal. Marka hadde waxay noqonaysaa in la yidhaahdo mid baa maqan tobanka uu sheegay, kaasi waa kee? Shuruuxda qaarkood waxay yidhaahdeen waa alwilaadatu, gabadhii soomaaneed haddii ay umusho walow yaanu dhiigba imane soomkii uu ka jabaya, oo sida ay weysada u burisa wilaadadu ayay soomkana u burisaa. Waa kuwii dee odhan jiray waa ilmaha maniyin muncaqiduna, ayaa asalkiisu dee biyaa kaanama inay biyo ka soo baxeen oo kale ayay ka dhigantay, rakaasi ku buuxiyeen. Saraajixaase alwilaada soom ma buriso. Marka waxay noqonaysaa in labadaa la kala qaado, maa wasala camdan ila aljawfi kow la yidhaahdo, maa wasala camdan ila ra'sina laba in la yidhaahdo. Ereyga camdan wuxuu meesha kaga saaray haddii qofka ilow u geeyo waxaas, taana waynaga hore u sheegnay. Wayustaxabu waxaa la sunnay wuxuu fi sawmi,
صوم كذا سواح الله سنايا ثلاثة أشياء صدح شيء لكن مستحبات الصوم كجو الرمية تعجيل الفطر بعد الله سنايا أفريتان كددتشين تيس قرما لددتشين كرا عند تحقق غروب الشمس مرك الله حقيق صدق الرحد إنا دعضي النبي يقول لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة خير ذو كمس وليان أنت يا فرك ددتشيا بخاري مسلم باوري إنه مركا فريتان كدب دقه وقستن ودب دقه سقط دب دقيست وقستيه تسوى مكروه دوا مت سني كاري مري سوي وتأخير السحور السحور شد دب دقيست هذا أي الله سنة يا والنبي عليه الصلاة والسلام وحول لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر واخر السحور هرت السحور شد اللفت يدا الصناعة والنبي وحول التسحر فإن في السحور بركة سحور تسحور شد بركة كترتين بركة الراعيتان كسنين النبي عليه الصلاة والسلام بركة وحوغي سيقى صومك وفي سقو صومان هدنا عبادات كلينو صومين كرم قرآن واخرية صلاة بدن وتكده إيا ذكر إيا هولي سيقى الدنيا لفتد وكفوف مركا ولا وحي يربقفك وحكو صحورته بيو عببها نقطه سيقو بركضة أو هلو وحيرو صحورته مودين وحلا صحورانا يا إنا يتهايون إلا درقو مالنتي تمر لهلو حتى عداد سكده ركسنتهاي إن صحورتها والسنة بركتنا والجوه ليا والنبي عليه الصلاة والسلام الشاجي مركوا عليه فوق هذا شافعيده هديه نصف الليل كهر هيبان كلبركي سكهر وعنا صحور لورا ماي حصحور لما يدعو ما بعد نصف الليل هيبان كمركو كلبر ماي أنت كذب بيسا وحيل عنا صحور لا يدعو والسنة وكحة سليا بركتنا الجهلية وترك الهجري الفاحش كيف حماين لقتها يا الله الصنية من الكلام حالك حمي وكم ذي هذا الكلام معنا يتأكد ذلك بالوجه ذا ومرك ورب ذي هذا الحنقف كين وكوه الله وحاران لكن مركو الصومية هنا تسوي سيات كارسة وأنه كعرب كيسة كيلة عليها بنت إيو حنت إيو اسكو ديرك إيو وحي اللامدة غير ذلك من الأمور المحرمة بخاري وحوري النبي يقول لي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ويحرم وحا حرانا صيام خمسة أيام ما المشانا الصوم كود أي حرانا العيدان وي لبدا عيدوت أي وهي ما المهاسي العيدان لبدا عيدوت وي عيد الفطر عيد الأضحى بالإجماع صوم كود وانسحي مايو قفكي صومين وقف دمبابي وايو مالك ان لا صوم ايا معصيه والنبي قال ان هي حديث كابي سعيد الصحيح كجرا نهى رسول الله عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى لو ما الموت صوم كود رسول كوديدي عيد الفطر يعيد الاضحى اما الصوم سنه ونيود اما الصوم واجب صوم قلائي صوم كنا دري حتى هدو كنا درقف إنه صامه ما المهاسي لبدا عيدوت ندر كيس حتى قمتم مايو وأيام التشريق أيام التشريق قوية شنطة مع الموت صوم كل الديدي ما الماهي البوردك الثلاثة صدح دقاه بعد يوم النحر مالك عيد الأضحى كدم بيا والنبي عليه الصلاة والسلام وعدت المامين أيام أكل وشرب مسلم صحيح سكوري
عمر بن العاص نوح رسا أحمد يا أبو داود وريين فهذه الأيام التي كان رسول الله يأمرنا أن نفطرها وينهانا عن صيامها ما المهن أيام التشريق أيو تشيدا وما المه رسول كون أمر كرينا نعفره وصدح ما الموضة كدن بأي عيد الأضحى ونودي دي كرينا إنا نصون وحيانا أحرى أيام التشريق لو يري لأنه مالك التبنات بعد قلست وضحيضة بالعبنطة يهدي يجي حجاجة ويقل ييمب وكما المها هيلي بكيدتك على عدة وديك تشيرين انت لأريرمو وملحنا لماريه سوق الله هيلي بكو اللي تلاقى ده يوحن لما يسنى مكذا لفتي ده ندي لدتك موضة هايستانه وحلو أقول يا هايون إلا الصوم أما الصوم كصدح أما المود وفك متمتع حتي عمره أن حلال ودحيي قتي هدي يبقى لقرب الصوم هدي هدو هاي الصوم بقى لقرب سيلا يرفع صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم صدح مال موحد كده عيسى وقصامة يتضوى مركو برديسي ودن كيس يكون نقطة. فرجع قف كازي صدح ده مال موت. حد كده عيسى إنه قصامة لا جربه صدح يا متشريق وكده كره. وماذا بقديم كشافي لكن جديد كوح ليه معتمد نع. لما بس هو بكره لا للمتمتع ولا لغيره. ويكره واحد لكره أبويه. شنتي مال مال كاس يكون معادن لما ده عيد. عيدوت يصدح أيام التشريق ويكره واحد لكره صوم يوم الشك بالكره يوم الشكك مال كيس إلا الصوم لكره إلا أن يوافق إن وافق موياني عادة عادو عادة سؤال له قفك وصغناتي قفك يوم الشكك الصومي هرو وصغناتي أو يسير أمين لحجري موياني بما قبله بصوم ما قبله صوم وصومي ما المكوري مركا يكره بو هالكيري يوم شكيغا صوم كي سوال كراف مركا اكتوين وشانتا هوري صوم كود وحاران إساقنا آنو لحكا قدقينو قوني ووغا صوعي وحاكم وقطع عبارة الشيخة كراهادو نيتي كراهاتو التنزيه وكراهادي كراهاتو التحريم كاهيد إنانا يهين أنا كراهي كدلاني صحاران نمو وأنا سيدا أكثر كواي كنت تقين لكن سيدا معتمد كأه المعتمد في المذهب وتحريم صوم يوم الشك يوم الشك قين للصوموين حرام طاي وكراهاتو أيتها كراهاتو التحريم سن روضة إيا منهاج كإيو مجموعة يكو قرآن وحانو الدليل هذا الكعمار الترمذي ووري بخاري لفت سنة صقه معلق بلا سنة دوري مصام يوم الشك فقد عصى أبو القاسم يوم الشك يقفك الصوماء أبو القاسم هو عاسي وأمر كيسي بخلافه أبو القاسم هو نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحكى لدي ذي يوم الشك إلا الصوماء وكان صحيح عبد الله بن مسعود إيو آنس بن مالك صحابة قار كودنا يوم الشك الصوم كيسو إن أنا حاراني مكروه طونا هينو لبسهم كرا كان صحي سيدة عائشة إيو أسماء بنتي أبي بكر إيو عبد الله بن عمر إيو لكن سيدة الصواب كاهي وسيدة سي ويري عمار اللي معصيه كنت المامي نبي محمد العاسي معنى أمر كيسي الخلافة يوم الشكي قد بواكي يوم الشكي كيبي ويقانين علماء واسكو خلافين لكن دي نقو فقه شافعي ودقان نوين الفهن شافعي يوم الشكي محيو قتشي ذا يوم الشكي عند شافعية ويوم الثلاثين من شعبان هرطة ومالين كالصدونات بيجي شعبان
goorma ayuu maalinkaasi yowmu shaki noqonaya. Haddii dee bishii la arki waayo dee yowmu shaki maaha bay leeyihin. Oo nebiga calayhi salaatu wasalaam yidhi fain ghumma calaykum fa akmilu lciddata thalaathiin, haddii bishii aad arki weydaan soddonka Shacbaan dhammaystira, marka yowmu shaki maba ahaba haddii bishii la arki waayo, ama daruuri ha isku gudubto ama dabayl iyo siiga ha isku gudubto. Sababta la doonaya ha loo arki waaye, haddii habeenka Shacbaan soddon tahay bishii la arki waayo, yowmu shaki maaha bay leeyihin Shaaficiyadu. Haddii la arkana dee waaba rabadaan soo maaha. Marka goorma ayuu yowmu shaki noqonaya? Wuxuu yowmu shaki noqonaya idaa taxadatha annaasu biru'yatihi walam yaqul cadlun ana ra'aytuhu aw qaalahu walam yuqbal alwaaxidu fiihi. Idaa taxadatha annaasu biru'yati alhilaal walam yaqul cadlun ana ra'aytuhu, dadka waxay isla dhex mareen bishii rabadaan waa la arkay, waa habeenkii soddonaad ee Shacbaan. Laakiin qof cadli ahoo looga qaateena uu halkaas soo istaagayo odhanaya ana arkay lama hayo, uu arkaa dadku isla dhex marayaan, waa yowmu shaki. Ama waaba la hayaa mid cadliya baa le ana arkay, laakiin warkiisii baa la aqbali waayey. Sababta loo aqbali waa waxay doonaysaa baa noqotay, dowladdii xaakimkii baa aqbali waayey, waa yowmu shaki. Aw shahida bihi sibyaan, ama caruur yaryar baa yidhi annaga aragnay. Aw cabiidun, ama addoommo. Aw fasaqatun, ama kuwa faasiqiina haba badnaadaan be oon cuduul ahayn baa yidhi annaga aragnay. Markaasuu yowmu shaki noqonaya. Walaysa itbaaqu lghaymi bishakin, haddii daruuri ay jihada isku gudubto ama siiga iyo dabayli, taas yowmu shaki maaha bay yidhahan. Lanna tucbidna fii biikmaali lcidda, waayo haddaynaan arag maxaa laynagu addoonsaday inaynu soddonka dhammaystirno. Waayahay yowmu shaki markaa waa kaa cinda Shaaficiya, waxaa laysla dhex maray waa la arkay qof cadliyoole ana arkayna lama hayo, ama waaba la hayaaye waa la aqbali waaye warkiis. Xaakimkaa wuxuu qabaa laba wax ka yar inaan laba aqbal ahaynba, waa yowmu shaki. Ama caruur, dumar, waxaan u jeeda addoommo, faasiqiin ayaa yidhi waanu aragnay, waa yowmu shaki. Yowmu shakiga markaa wuxuu soo reebay laba xaalood la soomi karo. Xaaladda kood waa tii idaa waafaqa caadatan lawa, hadduu waafaqo maalin soomkeedu caado qofkan u ahaa, isniin iyo khamiis baad soomi jirtay, isniin buu ku beegmay. Waxaad u soontay adigu maaha ixtiyaatan liramadaan, rabadaan ilaash, waxaad u soontay dee isniintii aad awalba soomi jirtay inuu yahay, ama khamiistii aad soomi jirtay inuu yahay, waad soomi kartaa. Oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa taqadamu ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmin, rabadaan ha ka hor marinina maalin ama laba maalmood soomkood, ilaa rajulun kaana yasuumu sawman falyasum, bukhaari iyo muslim baa wariyay. Laakiin qofkii soom uu soomi jiray halkaa uu ku beegmo ha iska soomo buu nebigu calayhi salaatu wasalaam, ilay soomkiisii hor uu iska wataay rabadaan ilaashi iyo waxa uu soomi maaye. Marka ilaa an yuwaafiqa caadatan lahu sawma, odhan goormaa la odhan karaa qofkan soomku caad uu ahaa? Markuu intayn leeg soomay beriga hore ayaa la odhan karaa caad uu ahaa? Hal mar hadduu soomay salaan weligaaba isniin baad soomtay, isniin qura ama khamiis qura, dabeetana maalinkii yowmu shakigii baa isniintii ku beegmay ama khamiistii, soomkaasi caad uu ku ahaa. Mar haddaad hal mar oo markaa uu yowmu shakiga ku beegmay ka horreeya aad soomtay, waalcaadu tathbutu bimara, way culimmadu kaga hadlaan maray sharaxayaan qaacidada alcaadatu muxakama bima tathbutu alcaada, goormaa la odhan karaa qofkan waxaasi caad u ahaa? Marka waa mukhtalif bay dhahaa, waxyaabaha qaarkoodna maray ku sugnaadaan, qaarkoodna maratayn, qaarkoodna akthar, laakiin tan oo kale maray ku sugmaysa. Mar hadduu hal mar hore u soomay waxaa la odhan karaa soomkaasi caad u ahaa.
inu laba jeer hore soomiyo inu saddex soomiyo ka badan inu soomay shardi maaha aw yasiro xaaladda labaad iyo mushaki inu soomay u banaantahay waa inu ku xidhiidhiyo soomka iyo mushakiga bima qablahu yaana waqt maalmaha ka horeeya soomkoodi ay bisoomi ma qablahu inu ku xidhiidhiyo waayo hadduu hore usoo soomayey dabeetana yowmu shakigii soomkaa hore inuu ku xidhiidhiyey inaanu maalinkaa u soomin rabadaan ilaashii baa meesha ka soo baxaysa yowmu shakigana waxaa soomkiisa loo diidan yahay qofka u soomaya rabadaan baan ilaasharaya oo inta maalin rabadaan ka mid uu idhaafi lahaa maalinaan rabadaan inaan soomo qofka odhanaya loo diidan laakiin qof horeba u soomi jiray ama muddadii ka horeysayba soo soomanaa deetana maalinkaasna siduu kuwa horeba u soomay loo diidi maayo marka ma waxaa loo jeedaa qofka maalinkii yowmu shakiga ka horreeyo maalinkii sagaal iyo labaatanaada soomay yowmu shakigana wuu soomi karaa la saa looma jeedo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu diidayba in rabadaan lagala hor maro bisowmi yowmin aw yowmayn waxaa kaloo nebigu uu diiday calayhi salaatu wasalaam in la soomo marka ay shacbaan kala badhanto ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam diiday marka hadda la soco warkaa shacbaan markay kala badhanto nebigu ha soomina buu ihi kala nisfigeeda marka la gaadho caaishana waxay sheegtay ana nabiy calayhi salaatu wasalaam kaana yasuumu shacbaana kullahu ay aktharahu waayo bilaan rabadaan inuu nebigu wada soomay maba jirtaba shacbaan badankeeduu nebigu soomi jiray marka akthara min nisfiha kala barhkeeda ka badan inuu soomay ayuu xadiidkaasi daliil u yahay markaasee laysu waafajinaya labada xadiid fuqahaa shaaficiya waxay leeyihiin hadda la soco oo shacbaan markay kala badhanto qofka loo diiday inuu soomo waa qofka nisfiga hore aan waxba ka soomin kala barhka hore ee soomkiisa ka bilaabay nisfiga labaad barhki bilowgiisa ama dhexdiisa bilaabay laakiin haddii shacbaan nisfigeeda hore 15-keeda hore aad wax ka mida soomtay tusaale ahaan maalinkii 15-aad baad soomtay maalinkii 14-aad maalinkii 15-aad baad soomtay maalinkii 16-aad 17-aad 18-aad waad ku xidhiidhisay soomka waa lagu ogoliyay waxa lagu diiday soom aad bilowdo filesh fi nisf athani nisfiga labaad soom aad bilowdo saasay xadiidka waxaan ku fasiray nebiguna calayhi salaatu wasalaam shacbaan badankeeda waa soomi jiray waayo nisfiga horuu soo soomi jiray dee nisfigan dambena waxbuu ka geli jiray oo nisfiga horuu ku xidhiidhin jiray xadiidkaasina wuxuu daliil u yahay qofka nisfigii hore soo soomay ee nisfigan dambe qayb ka midana raaciyo laakiin ku xidhiidhiyey hadduu kala gooyo ma ansaxayse in soomka nisfiga dambe loo ogol yahay wuxuu yidhi waman waia qofka galmooda caamidan xaalo u yahay mid arrinkaa u camdiyey fi lfarji yacnaa qof kale farji uga galmooda fa caleyhi waxaa dushiisa alqadaau maalinkaa inuu qalleeyo iyo walkafaaratu kafaara inuu bixiyo marka halkan waman waia caamidan fi lfarji inbuu ka bilaabayo cibaaradan qusuur baa ku jira shuruud badanoo kafaaradu ay leedahay baanu sheegin kuna qoran kutubta xataa haddee kutubtii hore yaryareedeenu ku soo marray shuruuddaasi waxa weeye an yufsida sawma yowmin kafaaradu waxay ku waajibaysaa idaa afsida sawma yowmin maalin soomkii qofku marka uu jabiyo maalin soomkii maalinkaasi oo min ramadaana rabadaan ka mid a oo maalinkanuu soomkiisa jabiyey haddaanu rabadaan ka mid ahayn ee soom sunnaa uu ahaa tusaale ahaan ama uu ahaa soom qallo ah ama soom nadara uu ahaa jibaacba ha ku jabiyee kafaara kuma waajibayso soomka jabintiisu ay kafaarada waajibisa waa soomkee waa sawmu ramadaan kutubtii hore yaryareed binu xataa kusoo aragnay idaa afsada sawma yowmin min ramadaana
بجماع تام أو كتشبيو جماع دمستران هدو مالي رمضان كم إذا سوهم كيسا تشبيو وحان جماع عينو كتشبيو سو عونس إيا عبس إيا وحيد كلالا متكا سوهم كتشبين شري سوهم كيسو ووو تشباي لكن كفاركم هو تشبسو وايدي جماعكم هو تشبين حديث كنا وحو كسو أروري وكفارة وكوة تشبيي قفك سوهم كيسا كتشبيا جماع شرط قال الله عندما يدين عادي إذا أفسد الصوم يوم من رمضان ها ما حيو كف السهاديو بجماع تام وحان جماع إن دو صوم مال رمضان كف السهاديو كفاركم هو تشبس آثم به جماع صوء منو كدن بابي جماع ومالك الرمضان سمي منو كدن بابي بعضان وحين حلال بوها سنة كفاركم واجبسو سيكسر توبس قف مال رمضان صوما وعندنا جماع حلالوي دو حيكسر توبس هو مسافر الساقة او مسافرة ايو عندنا صومنا فترخص بالجماع قلبو سميون يودي انو الرخصة دي داكو قاطي لو لو قولي صوم كينو تشبيه حلال بيوت مسحارا حلال بيوت بيو كدن بابيا مايا مره دانو كدن بابهين كفاركم واجبيسو إذا أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام آثم به كاسا ماشي لك صارين لأجل الصوم صوم كأوجب وكدن بابي جماع حدو يهي وصوم ككتب يمين وكدن بابي لكن صوم كأوجيان وكدن باب إنو صومنا أوجيان وكدن باب ايه سبب كلا وجود بابي سنة كفارة كواتيبي ميسو واقف صوما قل ما السمايي وكود بابي لكن وحي وجود بابي ما هينو قف صوما ها اوجي وحكل وجود بابي وكي كاسر ومسافر كاينو شيقيني مسافر بوها انو افرو دو دوني اتشماع باكو افرو ويو بناني صوما لكن زينو كافر زينة ده وكدن بابية صومها قلمة ده وكدن بابية ما ينو صومنا أوجب وكدن بابية ما يعد صوم كينو تبي أو بنانا يدب إنه زينة يها أوجب وكدن بابية مركاوا محيا كفارة وحوات تبيا إفساد وصوم يوم من رمضان إنه مال إن كان صوم كذا تبي رمضان كبيدي هذا صوم رمضان هين كفارة وتبي مس بجماع تام واحد لو جبي وينو ياي قلمو هدي واحد كلا لو جبي كفاره واجب ميسو آثم به ميدو كدن بابي وينيتي ميدانو كدن بابين هدي تاي سي كان مسافر كي قلمده اون نييستين كو افربا الرخصه كو قاطو سنه كفاره كو واجب ميسو لاجل الصوم قلمده هدي تي ميد لو كدن بابي واحد لو كدن بابي وينيتي صوم كا اوغي اي واينان واحد كلا لو كدن بابي وكيبا الله أوران كارا قلمة صوم كأوجي بوجودن بابي وأني ما مسافر هين وما الرمضان صوما ودي حاس كيسي وتجي اللي هو حاس كيسي وصيدا كلا حرام وقام وزينا ما هي قلمة وجودن بابي محو وجودن بابي لأجله لأجل الصوم قف صوما إنه هأوجد بوجودن بابي فعلي دوشي سوى على القضاء والكفارة والكفارة رعد قرقبة قرح رين تدوي الضن مؤمنة الضون مؤمنة وإن لحريو مركا عامدا نوا قيد وحماشا كقصاري هوري نوتل مع النبي هدي دي اللي هو قيد صالان هدي عنس دي عبست مولمي دي صوم بكا كتشبي ماي إني كفارس كوا تيبتيس كداي فإن لم يجد الدان وإلين الضون وحريو فصيام الشهريني فعليه دوشي سواحا ما فيجب عليه وحكوها تبيه سيام الشهرين لو بلوت صوم كودا متتابعين حريرو اسكو حريرو فإن لم يستطع الدان أود فيطعام ستين لحدا قود تود باكوها تبيس مسكين المسكين هذا لحدا المسكين وقودي وأنا على الترتيب ولهذا هو الكفارة مرتبة ساسين وقدرين كفارة وامد كله الرئيسة فيجب حواجبه أولا عتق رقبة المؤمنة
marka hore waxa ku waajibay inuu adoon xoreeyo فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا هذه أنا مركا تصالحان أدون هين لما بيلود أنا سومي كرين سوم كود وحرير يهاي مس لحدا مسكين حقوق وديانو هين كفارض ما كان عيسى ما يسمع تمت كان كان يعمل عيسى دينا هام باللوجي يا لنايا ومن ما تقف كده انتوى عليه وحال عليه صوم صوم وكوات شبي وقف صام ودافي وكتجي بعد دنتي وما حالات بيا لنا يقف كاس إن ما تقبل التمكني من القضاء لا قضاء ولا فدية قف بعد صام وكتجي عذر دار أوجب وقتي سد حنون وكلا أما السفر وحور دنتي يضع قل أنا وبسور تجلين ولي عذر دارك وتشرو حنون أوجيبو رمضان وأفرج حنون كيو سيدي وهايو ولي أنا كباب بوكسن وعذر دار كاس ولي وتاجي يا بود أنت أما سفر أوجيبو وأفرج سقى ولي أنا نجام بق سفر كون كتير يا بود أنت كاسي صوم كاسي كم واتشي بق وهاي وقت وقلا يا بق ومي سورتو بين صوما مركور عذر دار أوجيبو وقتاجي عذر دار كي وقتاجي أداق وصوم كين وقت جيسي صوما أي أقل لها لفتي سنة ديكور تاجنا. مركا غفكا لجنا سومي مايو في دينا لقى بحين مايو. صورك يسمع عدكاس. قف دبابين معها. وإن ما تبعدت تمكني وجب تدارك ما فاته أو ما فوته. قفكا صوم رمضان كم إذا بكتجي. قل وصور تجلي. وحصوم ري وقتيه. عذر دارك لو أفر يا آل تشرين وعافمات قبي ومقيم وهايو حيابي سوم كأودي دي يدي روح دمرايتا كمرنيت لكن ما قلين صوم كاين لحاليلا لقد دبتها وواجب مركز سيدان لو قد دبتها موحا لقد قد دبتها يغفك إن لقد صومه مسوحا لقد قد دبتها يا إن فيديا لقد بحيو تاسو عالان كقال لو حلو وما تقفك دينتا وعليه حال علي دوشي إسا صوم صوم وياي وطعم والله قودين عنه يسقى لكل يوم مال كسته مد با وسقنا هذه مال كسته مد بالغ بحن مال مي صوم كلو لها مركا لو قول با مساله الامام الشافعي وكلي قولوا حله لا ما سوبي كربا لان الصوم عباده بدنيه لا تدخلها النيابه صوم كوا عباده جيرك لغا قبطو مركا نيابنا ما غشو او قفقف كما سمين كرو صلاه دو كلي سانو قفقف او جتو كناين قفنا قف كما سومي كرو قف نول سان لوغا سومي كارين قف دينتين لغا سومي كرو وانا سوري ابن عباس لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد وهي بحال لو فسر يا حديثه حديث كورنيا من مات عليه صوم صامعا ولي قفك دنتا يدو صوم لو قلي ياي قفك قرابته يهم با كسوميه وها لو فسر يا ابو لي ياي قول كا هوره ان وانا قولك جديد كشافعي الا لغما سوميه راشينو با لغا بخينيا وها لو فسر يا صوم كي نذر كا قفك صوم نذر لو لها با لغا سومي كرا وابن عباس ايو عائشه ايو حديث كوريي ايا سا كو فسر وقول كان سويد المعدة وأنا قولك الجديد كأوانك كتاب كان ودقي ولو من مات عليه صوم وطعم عنه لكل يوم مدنه إلا قصوا من مبوش شيء ما يراش إلا قبل حين مبوش شيء وقولك الجديد كشافعي قولك كلا شافعي وكتبت تيس القديم كأبدا كودك القرآن علماء قارئ إليه كتاب كيس الأمالي وكتبت الجديد ككم يضنا شافعي حوري إنساء الحديث قلت به حديث كأرى يا من مات عليه صوم صامعا ولي أضوء أنصحه وإن كنت تقيا وإنساق أنقاضنا يا سنساسك قرآن ولهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى من هاتك سيدا هل كان قرآن سيانا هين بوردقاء وحدي القديم هنا أظهر
قديمك هلكن حوق بدن بولي بل الصواب الذي ينبغي الجزم به لسعة الحديث فيه وليس للجديد حجة مرة حديث وحي كوان صحري قفك إن لقى السومي من مات عليه صوم سامعا ولي حديث كالنذر كالتلمامة يا ندى وحديث قد يدقار النذر كصاب سنذر النبي قال ويدي حديث كان نوع عام راوي بيسوينو خلافه ما الكلام ما رأينا حديث كاللو قد تقي مايو مركا الجديد كو أوران يلقى السومي ما يراشينون بالقب بحرية حجة وما الله أقول قديم كحجة له وقديمكم حولي وانا راشينا ولا قبل حين كروانا لقسوه مكرا لبدو ويب النايين ساسي ايا صوابة والشيخ وضيقي دادا هيا الفاني اقبو بي اوود معانا اوود واي كدماتي ان عجل سعاني صومي صوم كادو كريوه يفطر وافر ايايو ويطعم وقودني عن كل يوم مالك استبدل كي مدا مد بيو مساكين تكو قودين يا مالك استبدلك وسيد ابن عباس آيات دو كفة السيري وعلى الذين يطيقون وفيدية تطعاو مسكين سلامتنا والله ميدون وذيك سلامت مرا دو قفك دي مير قبو قوة ساسقيا آنو هاين صوم كينا آنو أودين با حصا اما بس ايوا سومي كرايا لكن مشاقية دباتك سو قارس أودو سو كور لسانا ما كيرتو مالو البمدراشين وبحنين والحامل قبضه وركلايد والمرضع تينوتين سيدا خافت عدي بقان على أنفسهما نفتوا ذي وبقين أما إلماها نها وبقان أما إلمايا نها وبقين نف وبقي سمرة ذي كرتوا أما إلماها نها وبقين هرع هذا ما يعني الراعي مرة ذي كرتين نفتوا ذي وبقين أفترت ويا فريان الرخصة واسترين أفران سحديث كأنس بن مالك الكعبي أبو داود الترمذي وريان كعب وعليهم القضاء وقلوا بالقول لي ما رضي نفطه وبقين أما المهنة وبقان أما يعني وبقين نفو بقش ما رضي ترتبع قلوا بالقول لي وكال مريض وسيقفك حنوسان يبين لي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر بيسوق قليا وحفديانا لهم الله أو خافتا ما ويبقين على ولديهما بيبقين نفطه وما بيبقين بويت على دلوات المهم بيبقين oo tii urka lahayd ilmuhu inuu soo dhacay ka baqatay tii kalana in ilmaha caanu ay ka yaraadaan ama uu caana waayay ka baqatay tani ilmi dhibaato ay gaadho aftara tawaya furayaan u alehim alqadaa qalla ku wajibi iyo wal kafaratu iyo kafara wada socda an kulli yawmin maalin kasta waxay ka bixinayaan muddan ama an kulli yawmin maalin kasta muddun mudba ka wajibiyo مالك استمد راشنا اي بحنا يعني مركاد لابد ومحي وقوة دوات شبين وحي لا يهين لانه فطرنا ارتفق به شخصان افريتان كود الله وقف با كود رايستيو ان ددنتي اي لهين كو قاري وهو يدي اي علمه مرة دي أفريتانك أي لبا كدنا إستانا قضاء يفيدي وصعود أي كواتشبة مسألة ده مسألة خلاف كيدو بداية هاي دليل كو عدنان وچيري وحد دومر كالا قربو إلا سديد قول بي علماء الشيقان يعني مسألة ده كتيران لكن صحابة ده ابن عمر ابن عباس وحكان سعدين فيدي قولوا اللي قوليه مرة دي بقانا ما نفطه وبقانا ما الماء وقراه وبقانا والمريض وقفك حنوسني والمسافر كيس عدا لك سفر السفر سفر كاسي او طويلا دير مسافر ومسافر السفر اي تاي ولي بده مباح السفر مباح نقضه عن حاران هين يفطران ويفريان ويقضيان ويقلينيان فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فاخذ الرخصة فافطر فعدة من ايام اخر بقول الله سبحانه وتعالى حنون كانوا حلوة شيء ده حنونك قفك أن لسه مكرهين وهدو صامو ولمن أيه محبنا قار وياي أو مفعود وياي أو مشقية عليس يكذب وكل كل غير اللي ما تشي هذا حنونك يرى إسكفضو ده صام كأن إسديد هين مركا قفك حنوسنا يا جور ما له أقول يا هاي إنه أفره قفك حنوسنا يا إن كان مرضه مطبقا
هدوو حنوونكiisu yahay mid waqtigoo dhan haya habeenkiiba wuxuu iska niyaysan karaa berri inaanu soo mahayn ila habeenkii wuu xanuunsanayaabe waa qof marka hore oo bukaan ahaa oo inuu yidhaahdo waa intaasoo berri aan ladnaadaaye soomaan sii niyaysanaya waajib kuma aha soo ma cadda taas haddaanu xanuunkiisu mudbaq ahayna uu yahay xanuun marna qabanaya marna ka tegaya xaaladda soomka la niyaysanayo hadduu xanuun ka maqan yahay inuu niyaysto berri inuu soomiya waajib bay ku tiri yacni waaga ka hor xanuunkii ma hayo waajib waxaa kuwa inuu niyaysto berri inuu soomiyo ila marka uu caafimaad qabaa waqtiga hadduu xanuunku hayana waajib kumaa inuu niyaysto berri inuu soomiyo musaafirku laba xaaladood buu leeyahay meeshii uu ka safrayay ee beledkiisa ahayd hadduu habeennimo ka baxay waaga oon baryin oo soomkiisu uu bilaabmay isagoo musaafira soomka wuu iska jebin karaa oo ruqsu u haysta haddii waagu uu ugu baryay beledkiisii oo isaga oo sooman safarkiisu uu bilaabmay maalinkaas soomkiisa ma jebin karo waayo maalinkaa maxaa ku kulmay xadar iyo safar baa ku kulmay waa maalin isagoo sooman qaybna uu ahaa qof xaadira oon safar ahayn qaybna uu musaafir ahaa sooma horena maxaynu usoo barannay ana alcibaada ida ijtamaca fiiha asafar walxadar guliba alxadar cibaada haddii ay ku kulmaan safar oo qayb cibaadada ka mida waxay dhacday qofka musaafira qayb ka midana waxay dhacday filxadar isagoon musaafir ahayn guliba alxadar waxaa xukumka yeelanaya alxadar negida safar la-aanta lanna huwa alasl qofka waxa asala inaan musaafir ahayn safarku waa shaytaani oo soo diriya salaadaba dawana kusoo aragnay haddii salaadii uu xidho isagoo musaafira oo isagoo ku jira uu muqiim noqdo ma gaabin karo inuu dhammaystiro lanna ijtamaca fiiha asafaru walxadaru ida ijtamaca fi lcibaadati asafaru walxadaru guliba alxadaru والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضان كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان.